السلام عليكم. الليلة موضوع حلقتنا عن الصدقة وتقديم المساعدة للناس المحتاجين. قبل ما ندخل في الموضوع الأساسي، الصدقة دي طبعا فيها فوائد كثيرة للشخص. أول حاجة فوائد في الدنيا وفوائد في الآخرة، وطبعا دي حاجة معروفة والناس كلها عارفين. في ثلاثة طرق للتبرع. الطريقة الأولى، الطريقة المعروفة، إنه ممكن أنت تعرف لك زول أو جارك أو واحد من أهلك محتاج، أنت ممكن تتبرع أو تتصدق للزول المحتاج. الفاعل الخير الممكن، يعني فاعل خير ممكن يعرف له زول من جاره كده يعني. دي الطريقة الأولى. في الطريقة الثانية، ممكن الزول أو فاعل خير ممكن يلجأ للجمعيات الخيرية أو المنظمات المعروفة. في الطريقة الثالثة، وأنا بقول دي أكتر طريقة انتشرت حسي حاليا في زمننا ده، وهي الطريقة تحت السوشيال ميديا. يعني ممكن الزول يعرض الحالة، يعني زمان كان يعني الحالة بيعرضوها في الجمعيات الخيرية ولا كده، ولا أساسا في الطريقة الأولى أنت بتعرف لك حالة زول. لكن دي حسي ممكن يعني الطريقة دي الأكثر انتشارا، إنه التبرع عن طريق السوشيال ميديا، ودي الحالة الثالثة ودي الطريقة الثالثة. وأنا داير أقول لفاعلين الخير، ربنا يديكم الصحة والعافية، وفي باب من أبواب الجنة الثمانية ألا وهو باب الصدقة. ونسأل الله لأي شخص إنه يقدم مساعدة لقضاء حوجة المحتاجين، إنه ربنا يرزقه بالجنة ويدخل بباب الصدقة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني لو أي شخص عنده زول مريض من أسرته ولا كده دار تعالجه، طوال تصدق. ده كلام منتهي وحديث صحيح. نجي لموضوع الحلقة. للأسف الشديد، التبرع عن طريق السوشيال ميديا بيجا باب للنصب والاحتيال. أنا ما أقدر أقول كل الحالات اللي بتتعرض في السوشيال ميديا الناس نصابين، لكن ثلاث أرباع الناس اللي بتبرعوا بيجا زول النصاب، يعني زول اللي عنده فعلا حالة، زول عيان ولا زول مريض ولا زول محتاج عملية، بيقوم في الفيس بينزل الحالة بتاعته في الصفحة حقته، وبيرسل رقم الهواتف والحساب البنكي. بيقوم الزول النصاب، الزول اللي ما بيخاف الله، بيشيل الحالة بتاعته والصورة، وبيعمل له حساب وهمي في الفيس، وينزل الحالة دي نفس الحالة، وبيعرض نفس الكلام، ولكن شنو، بينزل رقم حساب مختلف عشان ينصب على ناس فاعلين الخير. تخيلوا القصة دي، يعني في ناس كده بيقولوا ما بخافوا الله. والحاجة دي انتشرت يا جماعة، يعني الحاجة دي انتشرت بصورة مخيفة. عشان كده داري أقول أي فاعل خير داري يتبرع، شاف له حالة في الفيس وداري يتبرع، اتأكد من معلومة صحة الحالة. طبعا في واحد حيجي يقول لي كيف انا اتاكد، انا ما زول بعيد اخر الدنيا، ممكن الزول الفاعل خير ده زول من دوله تانية. اوكي، على الاقل ممكن تتاكد لو بتعرف لك زول، يعني مثلا زول صاحب الحاله، ولا يا اخي انت ساكن وين. وفي ناس طبعا اسره متعففه، يعني ما ده يظهروا. اوكي، شوف لك يعني زول الفاعل ده، شوف لك زول بتعرفه ساكن جنبهم او صاحبه، يمشي يشوف الحالة، يمشي يشوف الزول المعارض الحالة ده، هل المعلومة دي صحيحة ولا لا. أو الطريقة الثالثة، صاحب الحالة يعمل فيديو ما يعمل صورة، يعني يعرض الحالة فيديو. طبعا في ناس حيقول لي يا أخي في أسرة متعففة ما برضو الكلام ده، أنا معاك، في ناس ما برضو، كثيرين ما برضو، لكن ممكن تعرض الحالة عن طريق الفيديو وما يكون الوجه واضح، ما يكون صاحب الحالة المريض ولا كده وش واضح، وينزل البيانات بتاعته.
كده شوية يعني على الأقل أحسن من صورة، لأنه الصورة ممكن أنا ممكن أعمل الكلام ده، ممكن لو زول ما بيخاف الله ولا كده أي زول ممكن يعمل الكلام ده، يشيل الصورة يعمل نسخ للصورة بالتليفون، ويعمل نسخ للصورة ويعمل في صفحة تانية ويعمل لصق وينزل بيانات نفس البيانات بس يغير الحساب البنكي. عشان كده ده كله عشان شنو؟ الحد من الحد من انتشار النصب والاحتيال. نجي نشاهد الفيديو الشهير بتاع حادثة الدانة في مدرمان للطفلين فارس وتقوى إبراهيم. أنا إنعام بلال عبد الله علي، والدة تقوى إبراهيم وفارس إبراهيم حصيب الله، أو اللي صيبوا بدانا في الواحة مربع 4 يوم 25/4. أولادي ديل جونا ناس التنمية فيصورتهم ومعاهم صحفي جو صوروهم ونشروهم في الفيديو، فقاموا الناس تاني بيجوا يرفقوا صورهم وبخطوا رقم حساب وبقولوا نحن عاوزين نرسلهم. فبقول يا ناس انتوا يعني الكلام اللي بتعملوا فيه ده كلام يعني حرام، وانه عاينوا لوضح فارس وعاينوا لوضح تقوى، ما محتاج انك تشيل منهم او تشيل على حسابهم. فانا بقول من اي زول انه العاوز انا شخصيا يساعدني انا انعام، انا عندي رقم حساب وعندي تلفون، فالناس ما تستغل حوجة اولادي على حسابه، لانه هنا البعايل لفارس ده ما بيستغلوا، لو هو بخاف ربنا ما بيستغلوا، اللي بخاف ربنا في فارس وفي تقوى ما بيستغلهم، لانه هم اطفال وايتام وفقدوا بيتهم في الحرب وفقدوا اي شيء، ومحتاجين الزول اللي بيقيف معاهم بجد، ما محتاجين الزول اللي بيدير عليهم، يبقى عليهم الدنيا ويبقى عليهم الناس. فبقول له نشر الحساب، بقول له بسألك الله يوم عز وجل، بسألك الله من حق فارس، فما تبقى انت والميليشيات واحد، العصابات والميليشيات واحد. فانا عندي حساب 226/12/57 انعام بلال عبد الله علي، وتلفوني بسهر لكم اسفل الشاشه ان شاء الله. اي تلفون اي حساب تاني الناس ما تشتغل بيه نهائيا، لانه ديل يعني انا ذات ما مفروض اسهر، لكن الحاجات اللي حصلت لاولادي بتزتني وبتزتهم وانا خلتني انا اسهر في الشاشه. فنسأل الله السلامة ونسأل العافية للبلاد، وربنا يصلح حال البلاد والعباد ويرجع الأمن والسلام وترجع السودان زي ما كانت على قول تقوى بنتي عزة. فأولادي ديل بيحبوا الوطن شديد، يعني حاجة دي ما رياء ولا ناي، بجد نحن بنحب بلدنا شديد، والله العظيم بقول لهم بلادي وإن جارت علي عزيزة بنفس الإصابة دي، ونحن بلدنا ما بنخليها لو ماتوا ولا شلوا ولا اتدمروا ولا عملوا اي حاجه، وطننا بلدنا ما اي ذول بيحاول انه يدمرنا، نحن شعب السودان نحن اقوياء قويين، انا ارمله واولادي تقطعوا قدامي، بلدنا وطننا ما بيخليهم. شفتوا الفيديو ده؟ دي حاله واحده بس وقعت ضحيه للنصب والاحتيال، يعني ده غير الفيديوهات التانية وغير الحالات التانية وكده. دار أكرر تاني وحكرر تاني لفاعلين الخير، اتأكدوا من صحة المعلومة قبل ما تتبرع، قبل ما تقع ضحية في حفرة النصب والاحتيال. انت ذاتك ضحية على فكرة، ما بس صاحب الحالة، انت ما زلت متطلع قروش ووقعت ضحية في النصب والاحتيال، عشان كده تأكدوا من المعلومة قبل ما تتبرعوا. داير أقول في ملخص أخير، حسبنا الله ونعم الوكيل على أي شخص ينصب أو يحتال على حوجة الناس. سلام.